معاك أحمد زكي من تذكرة إسماعيلية. اتكلمنا النهارده عن أول يوم بقى تسليم البساكر للمشجعين والراغبين في حضور المباريات. اتكلمنا عن المشجع أول ما بيدخل بقى من مبوة الدخول، إيه اللي بيتم معاه يعني؟ والله حضرتك المشجع لما بيجي يخش من مبوة الدخول بيقابلنا هنا في المستعلمات. احنا هنا في المستعلمات بنشوف هو أصلا عامل فان أي دي ولا مش عامل فان أي دي. بيتم بقى ان هو لو هو عامل فان اي دي فهو مش بياخدها على طول، يعني ما ينفعش تطبع فان اي دي على طول، لازم ان انت يكون معك اولا البطاقة بتاعتك او الباسبورت بتاعك لو انت اجنبي، ويكون الاثنين فاليد طبعا، يعني ويكون مشتري تيكت. ما ينفعش تاخد فان اي دي الا لما يكون معك تيكت. لازم تكون داخل على الموقع تذكرة وحجز التيكت بتاع الموقع. خش على الموقع تذكرتي.com وتعمل فان اي دي. هي خطوات سهله جدا وبيمشي معاك خطوه خطوه ومفيش اي حاجه صعبه، يعني كلها سهله. يعني هنا في مركز شباب الشيخ زايد بساكر درجه ثالثه وثانيه بالنسبه للمقصور، يعني كلنا الحاجه دي. حضرتك عندنا احنا هنا بنطبع فان اي دي، تمام؟ بعد ما بنطبع فان اي دي بيروح يستلم التيكت بتاعته اللي هو كان حاجزها. هو لو حاجز في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه او الدرجه الثالثه شمال بيطبعها من عندنا هنا. هو بس مقسمينها ازاي؟ مقسمينها بان كل درجه ليها لون معين، يعني الثالثه يمين مثلا ليها لون لبني، الثالثه شمال ليها لون اخضر، الثانيه ليها لون ازرق، فهو بيتعرف. وتقريبا المقصوره ليها لون اسود. بس من هنا مركز شباب الشيخ زايد التذاكر الخاصه بالدرجه الثالثه والثانيه اما المقصوره الرئيسيه دي في اي فرع من فروع اوراق موجود اصلا على السيستم. هو مشتري تيكت ايه من خلال بقى الاستعلامات، هو هيقدر ان هو يوجهه يقول له يروح على الثالثه يروح على الثانيه. هو طبعا اول حاجه لازم يطبعها هي الفان اي دي عشان يقدر ان هو يخش الماتش اصلا او ياخد تيكت. هو لازم يطبع الفان اي دي. انت وجودكم هنا هيبقى موجود رمضان وبعد رمضان ولا يعني؟ موجود طبعا، مغطين البطوله كلها لغايه تقريبا يوم 25/7/27 في الحدود دي. طيب اتكلمنا عن المواعيد في رمضان ايه؟ المواعيد في رمضان حضرتك احنا فاتحين من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4 العصر. من 11 ل 4؟ من 10 ل 4؟ بعد الفطار؟ ده الرسمي. الله. من بعد الفطار؟ من بعد الفطار من الساعة 8 للساعة 1. مشروع كمان من شركة تذكرتي فرع الإسماعيلية. اتكلمنا بقى عن المشجعين لما بيجوا بقى، الموضوع بياخد وقت معاهم ولا وايه الاجراءات اللي بتتم بقى؟ لا ما يتهيأليش خالص ان هيجي وقت، هو لسه المشجعين ما جوش، بس ما يتهيأليش خالص ان هيبقى في وقت عشان احنا عددنا كبير وبنخلص، يعني بنكون بسرعه، يعني بنعمل اجراءات بسريعه يعني. معاك علي مصطفى من شركه تذكرتي فرع الإسماعيلية. كلمينا النهارده بقى عن بدايه بيع طرح التذاكر وطبعها للمشجعين يعني، والدوره بتتم. احنا لسه ما جاش ناس كتير قوي بس متوقعين يبقى في استحام يعني. وكلمينا عن المكان كمهيأ وكويس. المكان تكييفات كتير والجو كويس يعني. انا عباس من شركه تذكرتي مركز شباب الشيخ زايد الاسماعيلية. كلمينا بقى على التوقع، هل يكون في توقع اقبال بقى من المشجعين استلام الفان دي وطبع التذاكر وكده؟ ان شاء الله. هو لسه لحد دلوقتي العدد قليل بس باذن الله اتوقع ان العدد هيكون كويس قوي. ايه الاجراءات اللي بيتم فيها دخول المشجع بقى؟ هو المفروض ان المشجع بيدخل يعمل فان اي دي، وبعد كده بيبعت له كود بيجي بيه هنا بنطلع له فان اي دي، بعد كده بنحولها على خالد علي من شركه تذكرتي مسؤول هنا عن الخدمه بتاعت بيع التذاكر في اسماعيليه. كلمنا بقى عن المقر بيع التذاكر هنا وتوقع بقى الاقبال هيكون قد ايه يعني هو هنا التذاكر الناس بتشترك اونلاين بتطلع عشان تطلع بطاقه المشجع، وبعديها بيجوا هنا الخيمه بيحجزوا التذاكر طبعا بيدفعوا على النت برضو، وبعدين بيجوا هنا يستلموا مننا البطاقه بتاعه المشجع نفسها والتيكت عشان هم دول هيخشوا بيهم الاستاد هم الاثنين مع بعض. التذكره هنا بتبدا من لو ماتشات مصر 150 درجه ثالثه و 400 درجه ثانيه 600 درجه اولى 800 برضه درجه اولى ممتازه. ايه الاجراءات بقى بيتم بقى فور دخول المشجع يعني؟
هو بس في عندنا مرة استعلامات يقدر يستعلم اي حاجة هو عايزها، لو في تذكرة هو جابها، لو في حاجة غلط في السيستم او حاجة وبس، وبيجي هنا يستلم هنا مكان مثلا فين، هنا بيستلم الفان اي دي بتاعه اللي هو بطاقة المشجع، وبعدين بيتوجه للتذاكر المكان تبعت التذاكر، وبيقدر يطبع تذكرته على حسب الدرجة اللي هو شاريها.